بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله الفيديو ده هنبدأ إن احنا نتكلم عن حاجة جديدة في الفانكشنز في جافا سكريبت. هي حاجة سريعة كده، يعني تيب ممكن تبقى تستخدمها. التيب دي اللي هي إيه؟ إن أنت عندك حاجة في جافا سكريبت اسمها الـ EFI، اللي هي IIFE. طب يعني إيه دي؟ دي اختصار لكلمة immediate أو immediately invoking function expression. ماشي، شكرا يا أحمد. برضو عامل بيه إيه؟ يعني انت دلوقتي لما كنت بتعمل فانكشن عاديه كنت بتقول مثلا let، يعني برضو حاجه تانية. انت نادرا لما بتعمل فانكشن وتسميها مثلا يوزر بالشكل ده، او تسميها مثلا get name بحاجه بالشكل ده، لا انت بتخليها على شكل فاريبل. ده كونفنشن معروف جدا في جافا سكريبت، ان انت بتقول let get name وبيساوي arrow function بالشكل ده. نادرا لما بتستخدم الفانكشن كيورد يعني. anyway انت كنت بتعمل فانكشن زي كده، بتقول مثلا get name وتقول return مثلا احمد، حاجه زي كده. طيب دي عشان نستخدمها كنا بنعمل ايه؟ كنا بنعملها invoke بالشكل ده، نقول get name ونقول مثلا console.log على get name دي، هتلاقي ان هو بيجيب لك احمد. طيب انا هنا احتجت ان انا استخدم الفانكشن دي، ان انا اعمل لها كول بالشكل ده. السيلف invoking function او immediately invoking function expression ده ايه؟ ده expression بيخليها هي تعمل invoke لنفسها على طول. يعني ايه تعمل invoke لنفسها؟ يعني الفانكشن وهي بتتكريت، احنا قلنا ان الجزء ده هو اسمه الكرييشن او الديكلاريشن او الديفايننج، ايا كان المسمى ده اسمه الديفايننج اوف ا فانكشن. انت بتعرف الفانكشن دي لسه، الجزء ده كان اسمه اليوسج او الانفوكينج. فالايميديت انفوكينج اللي هو ايه؟ انا بعرفها وبعملها كول في نفس الوقت. طب تعال نشوف ده بيعمل ايه. الاكسبريشن ده بيتكتب ازاي؟ مبدئيا انت بتعمل برانثيسيس دي كده، وبتكتب جواها الفانكشن اللي انت بتستخدمها. فهتقول له فانكشن حاجه بالشكل ده. دلوقتي كده ممكن تقول له اي حاجه انت عايز تعملها. الفانكشن دي طبعا ما بيبقاش ليها اسم، لان هي بتستخدم اسم الفانكشن عشان تيجي تقول مثلا نيم بالشكل ده، او مثلا سيت النيم حاجه كده. فهي اوريدي بتقول نفسها، فمش محتاجه اسم يعني. ممكن تستقبل هنا اي بارامترز، تقول له مثلا هتاخد النيم. طب هتبصلها ازاي؟ اتقال ونشوف مثلا هنعمل بيها ايه. ممكن نقول مثلا ريتيرن او console.log على النيم ده. لو جيت عملت ريفرش مفيش اي حاجه، لان انا لسه ما عملتلهاش انفوك. بتعملها انفوك ازاي بقى؟ بتعملها انفوك بالشكل ده كده جوه الديكلاريشن بتاعها. بعد ما بتخلص الديكلاريشن بتعملها انفوك. لو جيت عملت ريفرش هتلاقي دلوقتي undefined. ليه undefined؟ لان هي ما خدتش نيم لسه، الاسم لسه ما اتحطلهاش. هتلاقي برضو يعني ممكن تكون عندك انت لسه جوه البراكتس، بس فيجوال ستوديو كود من نفسه بيعدلها لي، بيخليها بره براكتس، لان ده كونفنشن. بس هي مش فارقه يعني، ده كونفنشن بس، ستاندردز اوف كود هي اللي بتمشي بيها كده. طب لو اديت اي اسم هنا قلت لك احمد، هتلاقي ان هو كتب لك احمد هنا. انا لسه ما عملتش انفوك للفانكشن دي من نفسي، مثلا ما جيتش قلت الفانكشن اللي انا ما اعرفش اسمها دي ايه ورحت عامل لها انفوك، هي عملت انفوك لنفسها. طب انت ممكن تستفيد بحاجه زي دي في ايه؟ والله بص، يعني حاجه زي كده استخدامها بيبقى دايما في حاجه زي جي كويري. الجي كويري اللي هي الجافا سكريبت كويري لايبراري كبيره، ممكن تكون اتعاملت بيها قبل كده مثلا وانت ما تعرفش. اللايبراري دي عشان تتعامل مع الدوم اليمنتس، الدوم اليمنتس اللي هي الاتش تي ام ال اليمنتس يعني. anyway تلاقي دايما في الاخر كده انها فانكشن اكسبريشن كبير جدا بيعمل انفوك لنفسه وبيعمل لك ريتيرن بحاجه معينه. ممكن تكون الريتيرن ده اللي هي الريتيرن دولار ساين، ده الجلوبال جي كويري فاريبل اللي انت تقدر تتعامل بيه من خلاله. بقى تقول مثلا دولار ساين، مش فاكر كنت تقول ايفنت مثلا ولا ايه، يعني بقى لي كتير ما اتعاملتش بجي كويري فمش فاكر، بس كانت بتبقى حاجه بالشكل ده. طيب ده احد اليوسجز مثلا. ممكن تعمل بقى تاني قدام ان شاء الله لما نبقى نشتغل بحاجه مثلا، يعني ان احنا نستخدم فرونت اند مع باك اند. طبعا احنا مش هنكتب نيتف جافا سكريبت تاني بعدها، بس ممكن تلاقي ان انت عندك ستيت معينه في حاله كده، انت محتاج ان انت تعمل فانكشن. الفانكشن دي هتبدا تعمل اكسبريشن او هتعمل حاجه مش مستني انبوت من يوزر، او مش مستني حاجه تحصل عشان تستخدم الفانكشن دي. انت عايز اول ما الفانكشن يتعمل، اول ما الصفحه دي يتعمل لها لود، الفانكشن دي تتنادى على طول. ليه؟ نقول مثلا ان انت هتحط ثيمز معينه، مثلا هتعمل ريكويست لسيرفر تاني تروح تجيب منه داتا. كل الكلام ده انت عايزه يحصل على طول، مش مستني مثلا يوزر يدوس هنا عشان تروح تجيب الداتا، ولا مثلا تعمل حاجه عشان تبدا تلود الثيمز. لا، انت عايز تخلي كل الحاجات دي موجوده. فانت ممكن ترمي الحاجات دي جوه سيلف انفوكينج فانكشن، مع ان برضه يعني دي مش ريكومندد قوي. هتلاقي في الترناتيفز ليها هنشوفها قدام. لحد دلوقتي مثلا ممكن تستخدم حاجه زي كده. على كده نشوف مثلا يعني يوسج كيس. تقول ايه؟ ممكن تقول مثلا كونست جنريت يونيك اي دي. برضو يعني نفتكر ان الفانكشنز بتتسمى بالمسمى ده، ان انت تبقى كلها حاجات كامل كيس. هبقى اسيب لك لينك في الديسكربشن، يعني هتشوف الستاندردز اوف كودينج اللي ممكن تقراها. يعني مع الوقت انت بتتعود عليها، انت مش بتحفظهم كلهم، انت يعني
هتلاقي ان انت ايدك خدت على الكلام ده وانت بتكتب. المهم انت بتسميها بالشكل ده، نقول مثلا ان دي سيلف انفوكينج فانكشن، فنقول ان دي فانكشن كل اللي هي بتعمله تعمل انفوك نفسها في الاخر، بس هتقول انها مثلا بتعمل ايه. ليت مثلا ان الستارت بوينت بتساوي واحد، دي اول ستارت بوينت هتبدا بيها. هتعمل اوبريشن معينه مثلا على الواحد ده، وتقول مثلا هنقول مثلا ان اليونيك اي دي ده هيبقى الواحد زائد رقم معين مثلا. فهنقول ريتيرن فانكشن معينه بقى، طبعا انت تقدر جوه الجافا سكريبت فاليد جدا ان انت تعمل ريتيرن الفانكشن من جوه فانكشن، وفي جافا وفي بي اتش بي تقدر تعمل كده في اغلب اللغات يعني، دي حاجه فاليد. فانت ممكن تعمل ريتيرن فانكشن تانية، الفانكشن دي اللي تديك مثلا ايه، تقول لك ريتيرن الستارت بوينت دي مثلا بلس 5 حاجه بالشكل ده. طب دلوقتي لو جيت عملت كونسول لوج على الجنريت يونيك اي دي، هتلاقي انه بيقول لك ايه فانكشن، مش الفانكشن دي، مش الفانكشن كلها اللي هي السيلف انفوكت، الفانكشن دي نفسها اللي هي الصغيره دي اللي فيها ريتيرن ستارت بوينت بلس 5. ليه؟ لان الفانكشن الكبيره دي ده دلوقتي كده محجوب عني ان انا اوصل له، انا مش هقدر اوصل للفاريبل ده او ان انا هعرف حتى هي بيبقى جواها ايه، بس اللي بيرجع لي منها ايه الريتيرن ستيتمنت. الريتيرن ستيتمنت فيها ايه؟ فيها فانكشن ثانيه، دي بقى اللي انا اقدر اتعامل معاها. ممكن اعمل بقى ساعتها انفوك لحاجه زي كده اللي هي الجنريت يونيك اي دي دي، تلاقي انه بيقول لك 6. طبعا حاجه زي كده يعني بتتغير، عمرها ما هتبقى يونيك اي دي بالمنظر ده، بس جاست ان اكزامبل. فدلوقتي كده لو انت عايز مثلا تهايد اي بروسيس جوه فانكشن وتستخدمه جوه فانكشن ثاني، ممكن تعمل حاجه زي كده سيلف انفوكينج فانكشن وبتريترن فانكشن ثانيه، تبدا بقى دي اللي انت تتعامل معاها بشكل طبيعي. يعني انا لو كنت عايز اغير الموضوع ده لفانكشن عاديه كنت هتقول ايه؟ كنت هتقول له دي ارو فانكشن فيها ليتل ستارت بوينت ده بيساوي واحد مثلا، وكنت بتقول له ايه ريتيرن الستارت بوينت بلس 1 او يعني كبلس 5 عشان تبقى هي بالظبط نفس الاكسبريشن او نفس كل حاجه بالظبط. لكن دلوقتي لو جيت عملت حاجه زي كده ان انا شلت الانفوك يعني اشوف الجنريت يونيك اي دي نفسه ده ايه، بص بقى دلوقتي عندي اكسس ان انا اشوف الفاريبل اللي هو ليت ستارت بوينت ده بيساوي ايه، فانا عرفت الستارت بوينت بتاعتي. طبعا دي حاجه تريفيال جدا يعني، استفدت ايه؟ بس اي ثينك يو جيت ذا بوينت، اللي انت دلوقتي فهمت مثلا انا ممكن اعمل السيلف انفوكينج فانكشن ليه، عشان هايد سام داتا مثلا، اللي دي سام داتا هتتعمل عليها بروسيس مش لازم ان انت توصل لها او مش لازم ان انت تشوفها تبقى اكسسبل بالنسبه لك. بالنسبه لك دي مش انت كديفلوبر ولا كيوزر، بالنسبه لك دي بتعود على الكود اللي جوه، اللي هو لما تيجي تستخدم دي خلاص انت دلوقتي كل الكلام ده مفروض يبقى فوربيدن بالنسبه لك ان انت تشوفه، وبرده بتشوفه دي مش عايد عليك انت كديفلوبر ولا كيوزر، عايده على الكود نفسه اللي بيبقى موجود هنا. هنتكلم في الموضوع ده في كورسات تانية لان دي حاجات ادفانسد اكتر، بس يعني ممكن ان انت تفهم الفكره، بس ان انت في حاجات بتحاول ان انت تعزلها عن بعضها، يبقى جزء معين مسؤول عن كذا وجزء معين مسؤول عن كذا والاثنين معزولين عن بعض. طيب الفيديو ده يعني لحد هنا يبقى احنا كده خلصنا الفيديو ده، ده كان عن السيلف انفوكينج فانكشنز. الفيديو الجاي ان شاء الله هنبدا نتكلم عن حاجه جديده في جافا سكريبت وهي الديس كي وورد ان اوبجكتس. هنعرف ازاي نبدا نتعامل مع الديس كي وورد وايه هي اصلا الديس كي وورد دي، ونشوف الكيسز بتاعتها اللي موجوده عندنا في جافا سكريبت. عشان كده ما تنساش ان انت تعمل سبسكرايب عشان يجيلك نوتيفيكيشن بالفيديوهات دي اول ما تعمل لها ابلود. هتلاقي في الديسكربشن السوشيال لينكس بتاعتنا لو حابب تعمل لنا فولو. اتمنى تكون استفدت بالفيديو ده، شكرا والسلام عليكم.